انا بقول اقتراح يا مهيب. انا والله أيوة. انا مش فارق بالنسبه لي طيب. ان شاء الله ده يقعد ولا ده يقعد. فين بقى راس حربه بتاع نادي الزمالك اللي دايما كنا نادي الزمالك كان في جمال عبد الحميد وكان في عمرو زكي وكان في عبد الحليم علي وكان في حسام حسن وكان انا شايف سيف الجزيري بدا يخش كفيل. بدا يخش بدا يخش ويخش يعني هو يبقى كويس. مهاجم نادي الزمالك لو اشتغل الولد ده وخد وبقى بالشكل اللي هو شغال بيه ده لا هيبقى هداف وهداف كبير. طيب ما تنساش يا كابتن مهيب ان سيف الجزيري ايوه جاي من انديه صغيره لعب بطنطا المقاولين بس كان بيلعب في الافريقي وصل الزمالك. افريقي ده شعبيه كبيره ضغوط نادي الزمالك برضه لا طبعا طبعا هي. طيب كابتن ياسر النهارده في فرجاني ساسي بعت جواب شكر للعيبه والجهاز رايك ايه في بص انا كنت بتكلم مع كابتن طارق في الصراحه قلت له الموضوع ليه احنا عطينا اكبر من حجمه؟ ليه احنا عطينا الموضوع اكبر من حجمه؟ لعيب اعطى لنادي الزمالك فتره وده لعيب بروفيشنال لعيب محترف ممكن يبقى موجود معاك الفتره وممكن يمشي في اي وقت من الاوقات هو مش هل النادي الزمالك هيعتمد على فرجاني ساسي بس؟ لا طبعا نادي الزمالك مليء باللعيبه في كل المنطقه دي كمان عندك امام عاشور مين اللي ادى الاحساس ده؟ يعني مين اللي صدر ان لا ان فرجاني لما يمشي الدنيا وقفت؟ انا اديتهم الحل والله اديتهم الحل والله الناس كلمت كتير على موضوع ده والله اديتهم الحل ايه الحل كنت كان وجهه نظرك ما انا قلت عنده البديل بتاع اساسي اللي هو امام عاشور لا عنده لعيب عنده في النصر ما زلت بقول ان الولد بتاع نادي النصر ده لو راح نادي كبير وانا عشان تبقى فاهم برضو للحق هتاخده معاك مسؤولين نادي الزمالك لا مش نادي النصر يعني ايه يعني طموحه في بيع لعيبته اعلى من الممتاز به ايوه ماشي مسؤولين نادي الزمالك كلموني بصوره بطريقه غير مباشره قبل ما اسيب نادي النصر وحتى بعد ما سبت نادي النصر في مسؤول من نادي الزمالك كلمني على الموضوع ده وسالني طب نتواصل مع مين بعد ما انت ما مشيت والموضوع داخل في الجد بس هي ايه نصيحه مني تاني ما تتاخروش اكتر من كده لو عايزين بديل ساسي فعلا الولد مميز اسمه ايه مميز ما انا قلت لك مش هقول الاسم دلوقتي خلاص مش هتقول الاسم مصر كلها عرفته طيب خلاص ماشي مصر كلها عرفته يا عم خلاص وجاي بقى تعمل عليا انا شويه دول مصر كلها عرفته مش عايز تقول لي اسمه 2001 محمد ناصر مودي محمد ناصر بص يا ابو هو بالنسبه اللي طارق بيقوله احنا بنتكلم اصل هو عينه حلوه انت مين اكتشافاتك يا كابتن طارق انا الحمد لله فتوح جبته هو عنده 15 سنه وقلت هيبقى لعيب باك ليفت نادي الزمالك ومنتخب مصر تمام واحمد سيد زيزو جبته من تمرينه في المنيا هو طبعا محترف في البرتغال وكان يعني ناس وادي دجله تقريبا لا كان في وادي دجله جي ام جي وبعد كده طلع البرتغال شويه ونزل معايا تمرينه ورشحته لنادي الزمالك وبعته نادي الزمالك والحمد لله رب العالمين من احسن اللعيبه الموجوده في مصر دلوقتي تمام اتفضل يا كابتن قدامي دقيقه لا هو بالنسبه لنا احنا في النادي الاهلي هو طبعا نادي الزمالك يعني احنا عندنا كم من اللعيبه موجودين سواء في الدرجه الاولى او بعض اللعيبه اللي بتصعد من الناشئين تطلع الدرجه الاولى او بيحترفوا بره يعني ودي سياسه كويسه جدا انا شايفها النهارده من خلال قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو اللي فيه كابتن خالد بيبو عامل شغل كبير قوي كويس جدا أيه. وفي ثلاثه بيحترفوا الوقت بره في تشيك فدي برده خطوه كويسه اللعيب النادي الاهلي ياخد خبرات بره ويجي نستفيد منه وده اللي حصل في بعض اللعيبه اللي زي احمد عبد القادر كان برده سافر ورجع بالظبط فالحاجات دي كلها احنا بنتمنى النادي الاهلي والزمالك زي ما احنا طول عمرنا بنحب اهلي وزمالك بنتمنى ان شاء الله باذن الله اللي النادي الاهلي يفرحنا الماتشات اللي جايه باذن الله الماتش اللي جاي وخاصه الماتش الفاينل كام بقى توقعاتك ليه ان شاء الله ان شاء الله 3-0 الاهلي 3-0 بعد كل اللي انت قلته والصعوبه 3-0 حاجه كابتن طارق توقعاتك ايه للمباراه ربنا طبعا يوفق الفريق المصري النادي الاهلي مش عايز التلاقي خلاص هي باني التوقعات بلاش توقعات خليك في بديل فرجاني بشكرك كابتن طارق والله مصر كلها تشكرني على الولد ده بجد انت مالي ايدك منه خد بالك انا ما بتكلمش على اي لعيب انا عارف بس انت مالي ايدك منه اصلا انا مش يعني الواد ده لا قريبي ولا ابن عمي ولا انا هستفاد منه ولا حاجه انا بقول لهم يا جماعه ده بس سنه صغير يعني هيلعب على طول ولا يتصبر عليه شويه شخصيه الولد في الملعب شخصيه مختلفه لعيب صغير في السن وعنده شخصيه في الملعب غير طبيعيه ان شاء الله اشكرك كابتن طارق شرفتنا ونورتنا بالتوفيق ليك ان شاء الله مع نادي الترسانة النادي الكبير العريق الشعبيه الكبيره كابتن ياسر